بالفرصه بيجيك تحاول تتصدى ليه. طيب واحنا بنتكلم وقلنا دلوقتي تطور على مستوى بناء الهجمه من تحت، برضو دلوقتي الحمد لله يعني جماهير الاهلي لما بتيجي ركله جزاء على النادي الاهلي دلوقتي خلاص يعني بقت عندها يعني ثقه ونسبه كبيره ان في حارس كبير ممكن يتصدى ليها، زي ما شفنا في مباراه الاتحاد السكندري في الدوري، الوداد في بطوله دوري ابطال افريقيا في وقت حاسم، كمان في كاس مصر وانت طالع الجيش كان مفتاح الفوز محمد الشناوي. ايه اللي ميشيل عمله في ركلات الجزاء كمان طور مستوى محمد الشناوي، خاصه ان احنا خسرنا قبل كده بطوله السوبر كان بركلات الجزاء، فالنهارده محمد الشناوي اشتغل على الحته دي بشكل كبير مع ميشيل. الشناوي ما جو تروف ك انا شايف ان بقى حاسم وبقى مركز في تدريبات ضربات الجزاء بيركز فيها خلال التمرين، لانه بيشتغل هو التركيز تركيز عام، بيبقى تركيز في كل حاجه مش بس ضربات الجزاء، يعني بيشتغل على كل حاجه التركيز كامل في كل نقاط التدريب. هو دلوقتي ادرك ان هو بقى قوي ومستواه عالي بمستوى كبير، ولذلك بقى اكثر حسما في ضربات الجزاء، وبنشوف ده بشكل ملحوظ خلال المباريات وبنحسه في ضربات الجزاء. بنشوف ان احنا حتى لما بيجي ضربات جزاء عارفين ان هو بيتصدى ليها وبيعرف بيخرج الماتش بشكل حيزم، وطبعا حاجه زي كده بتخليه اكثر قوه. وبالنسبه للخصوم الشناوي بيلعب بالطريقه دي بقى صعب جدا من كيلو ضربه جزاء، عارفين ان بقى في فرص احرازها بتبقى فرص قليله. ايه اللي اختلف في محمد الشناوي دلوقتي في شخصيته القياديه، خاصة إن محمد الشناوي دلوقتي خلاص أصبح يعني قائد الفريق دلوقتي، إيه السمات الشخصية اللي زادت على محمد الشناوي في الملعب؟ خاصة كمان إن أنا سمعت في بين الشوطين في مباراة الزمالك مستر ميتسو ساب محمد الشناوي في مباراة الأهلي والزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا يوجه رسالة وكان يكلم اللعيبة بدوره القيادي وشخصيته القيادية في الملعب. بس سي سكي جو فين دو سي سكي جي دي توت الور ده اللي قلته دلوقتي بالظبط عن شخصيته، يعني شخصيته بقى عنده نوع من انواع النضج اللي ممكن تمكنه انه يقدر يتكلم زمايله ويقدر يشجعهم ويحفزهم. وانا شايف هو بالنسبه لي هو ده شكل للكابتن الفريق المثالي، قائد الفرقه الناس كلها بتسمعه. لما يكون عندك قائد بالشكل ده بيبقى افضليه للفريق. لما تكون قائد وبتلعب بتتكلم مع اللعيبه وبتتكلم مع مدرب لازم يكون لك وجود في فريق، وده اعتقد حاجه زي كده هو بيلعبها بشكل جيد، واعتقد بيظهر شخصيته بشكل كبير فوق، مش خايف انه يتحمل مسؤوليات. وبين الشوطين في ماتش زي الزمالك بيتكلم ويشجع زمايله، لما يتدخل لما يكون في حاجه مش ماشيه بشكل جيد، واعتقد زمايله في الملعب لو عندهم اي مشاكل بيجي يتكلموا معاه، بيجوا بيتكلموا معانا وبيروح للشناوي برضه. اعتقد ان هو وصل لمرحله من النضج تمكنه يعمل ده. مش سهل لاي لعيب لاي قائد يلعب الدور ده، لازم يكون عنده ملكه معينه، وطبعا تبقى مخاطر كبيره بالنسبه لحارس المرمى لانه المفروض يكون مركز بشكل كبير. لما يكون قائد تبقى الاقوى من الناحيه الشخصيه ومن الناحيه الفنيه بلعب. طبعا اللعيب لما يكون قائد دايما بيكون لازم يكون عنده سمات دي، هو بيلعبها بشكل جيد. طبعا مش حابب يفقد طاقه كبيره في الموضوع ان هو يحمي زمايله ويخرج عن تركيزه، لكن انا عارف ان هو بيعرف ازاي يدير بشكل كبير الفريق، واعتقد بيعمله ده لمصلحه النادي ومصلحه الفريق. لما بيعمل حاجه مع زمايله ده بيكون لمصلحه الجميع، واعتقد حاجه زي كده ممكن تخلي الفرقه تكسب. واعتقد هو بينزلش الملعب عشان يخلي الفرقه تخسر، وبيعمل ده عشان يخلي الفرقه تكسب، وبيحاول يزقها لقدام، بيحاول يوصل مشاعره وبالتحفيز واللاعبين ده، خاصه حته الشغل بعد ما يشتغل بره الملعب وهيئته، حتى لما بتكلم حتى خارج الاجواء خارج الملعب في الفندق مع اللاعبين وخلال المباراه في الماتش في ارض الملعب وبعد المباراه كمان بيلعب دور كبير ودور مهم جدا، وبيدي نموذج لاعبين صغيرين جايين يتفرجوا عليه ويشوفوا ازاي، وبيبقى فعلا قدوه يحتذى بيها.